سلام عليكم، مساكم الله بالخير. شلونكم؟ شلون صحتكم أعزائي؟ اليوم راح نحكي لكم الجزء الثاني من قصة أحمد. أتمنى تنال رضاكم، واللي ما مشترك ويانا يشترك، ولا تنسون مشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء والضغط على زر اللايك فضلا وليس أمرا. قبل ما نبدأ نقول بسم الله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلونا نشوف بعد ما استعاد أحمد وعيه ولقى نفسه بحوش الفيلا وهو عريان شنو صار وياه. يقول أحمد: ومن الخوف الشديد طلعت أركض، تركت الفيلا بما فيها وأنا عريان بالكامل مثل المجنون، أركض وأركض، المهم أريد أبتعد عن هذا المكان. صار الناس يباعون علي، يعني يشوفون فيا ويفكروني مجنون. بعض الناس حاولوا يمسكوني ويهدئوني، ولكن أنا ما كنت أوقف، بس أركض وأصيح، إلى ما إجوا الشرطة ومسكوني. وهنا بديت أصارخ وأحكي لهم اللي صار وياي بالفيلا، فكروني مجنون، ما كانوا يريدون يسمعون مني أي شي. فهنا صاحب القصة يقول: بدينا فعلا نستعجب باللي صار ويا أحمد وننتظر يكمل. ويكمل أحمد ويقول: اخذوني رجال الشرطة لمستشفى الأمراض العقلية، وأهلي ما يدرون باللي صار وياي. بقيت بهاي المستشفى أكثر من شهر وأني على حالي، كل ما أقوم أصيح وأحاول أشرح لهم شنو اللي صار وياي، وإني أني مو مجنون. واللي كان يخليهم ما يصدقوني أبد إنه كنت أحكي بعض المرات كلام أحد منهم ما كان يفهمه. وبهاي الوقت أهلي عرفوا إني بالمستشفى وصاروا يزوروني باستمرار، وكانوا حزينين علي لأني كنت المعيل الوحيد للعائلة أو لعائلتي. بعد ما بقيت شهر بالمستشفى صارت حالتي تتحسن شوية بشوية، وبدأ عقلي يرجع لي، وطلعوني من المستشفى ورجعت للبيت. فبدأوا الأهل يسألوني: شنو اللي صار لك؟ ليش صرت هيك؟ وبديت أحكي لهم عن اللي شفته واللي عشته بالفيلا، فصار كل واحد فيهم يشوف الثاني ويفكروني مجنون أو إني فعلا انجنيت. لا أمي ولا أبويا ولا إخواني كانوا يصدقوني. كان هاي أول يوم أقضيه بالبيت. إجا الليل ورحت أنام، ورا ما نمت شفت الشيطانة البشعة اللي كانت في الفيلا. إجتني ومسكت إيدي وأخذتني وبدأت تمشي في البيت واني امشي وياها، وانا ما قادر احكي ولا اصرخ. وانا ماشي وياها بديت اشوف عائلتي يباعون علي ويضحكون بوجهي، ولكن اشكالهم كانت مخيفة ومرعبة. فاخذتني هذه الشيطانة لبيت مهجور بمكان خالي، وصار تضربني وتعذبني واني اصارخ واحاول أحد يسمعني ويجي ينقذني، لكن للأسف ما كان أحد يسمعني لأن المكان كان مهجور. وبعد ما ضربتني ضرب مبرح اختفت من قدام عيني، فحسيت وكأني خلصت منها. حاولت أهرب من المكان بدون فايدة، واللي صدمني أكثر إنه هاي المكان كان كأنما تحت الأرض، واني أدور واني أدور وأشوف شلون أقدر أطلع من هاي المكان. لفت انتباهي ضوء نار وتقربت منه، وإحنا عدنا في الديانة الهندوسية النار أحد آلهتنا، اعتقدت هذا إلهي وبديت أستنجد فيه وأطلبه يطلعني من المكان، ورحت باتجاه النار حتى أخذ منها البركة. وتفاجأت بامرأة مخيفة وبشعة
كان بجانبها طفل، وبلحظة بدت تاكل رأس الطفل، فصرت أصارخ وأركض مثل المجنون إلى ما وقعت وفقدت الوعي. كانت حالتي يوم ورا يوم تسوء وتدهور، لدرجة أني كنت أهرب للوديان والأماكن البعيدة والمهجورة بدون ما أحس بنفسي. صرت أنام بين القبور في أغلب الأوقات، وبهاي الوقت أني صرت مثل المجنون، فعلا صرت مجنون رسمي بنظر أهلي والناس همينة. حتى الأطفال كانوا يقضون ورايا ويقولون نارين المجنون نارين المجنون. ولهاي الأسباب بدأوا أهلي يضيقون من تصرفاتي ويربطوني بسلاسل من الحديد. والعجيب والغريب، هذه الشيطانة كانت تجي عندي كل ليلة وتاخذني لمكان بعيد وأماكن مهجورة وتشبعني ضرب. أهلي كانوا يستغربون شلون كنت أفتح السلاسل وأطلع، وما كانوا يستوعبون. تعبت وتعذبت، بقيت على هاي الحال فترة طويلة، حتى إني صرت أخاف من أهلي وكل الناس، وما كنت أنام بالبيت. وبأحد الأيام كنت تعبان فتنوب، دخلت لداخل شاحنة ونمت بيها، وما حسيت بنفسي إلا واني بمدينة نيودلهي. ويقول أحمد هاي المدينة معروفة عندنا بالهند، لو تموت أحد ما يساعدك ولا يعطيك أي شيء، حتى الأكل والماي ما يعطوك. ويقول صاحب القصة ويحلف أنه أحمد أو نارين سابقا من كثر ما هو كان متأثر باللي صار وياه، مسكين بدأ يبكي مثل الطفل. كان بكاء أحمد فعلا محزن بالنسبة إلنا، وإحنا نحاول نهديه من طرف، ونريد بصراحة نسمع القصة الأخير من طرف. المهم يكمل أحمد ويقول تدمرت، صرت كأنما فعلا أني مجنون، ورغم كل هذا العذاب اللي أني كنت بيه كانت تجيني الشيطانة كل ليلة تشبعني ضرب، حتى إنه آثار الضرب كانت مبينة على جسمي، وكنت أشوف كتابات على جسمي غير مفهومة. وصرت كل ما أشوف أي امرأة أشوف وجهها كأنما وجه هذيك الشيطانة، وأبدأ أصارخ بدون ما أحس، حتى أني وصلت لمرحلة لا أنام بالليل ولا بالنهار خوفا من هذه الشيطانة المرعبة. فصرت منسي بين أهلي وأصدقائي، وبهاي المدينة اللي أنا كنت بيها صاروا ينادوني باسم المجنون أو المتسول، وبعض المرات كانوا يعطوني قليل من المي وقليل من الخبز حتى ما أموت من الجوع. ومع الوقت صرت أسمع من المتسولين يقولوا لي امشي لهاي المكان اللي بيها مستشفى، وهاي المستشفى يجون عليها ناس غرباء يمكن يساعدوك أو يصدقون عليك. وصرت أراقب المتسولين وأمشي وراهم، إلى ما يوم من الأيام لقيت هاي المكان وهاي المستشفى اللي هما يمشون إلى ويتسولون مقابلة أو قدام المستشفى. فقلت خلاص خلي أقعد هنا، بلكي واحد يشفق علي بشوية خبز أو شوية ماي حتى أقوي جسمي. المهم أني صرت فعلا بعيون الناس مجنون رسمي، الكل كان يريد يبتعد عني لأن كان شكلي مخيف وكنت موسخ إلى أقصى الدرجة. فكل ما كنت أتقرب من واحد كان يدفعني ويقول لي امشي. يعني وصلت لمرحلة كنت أتمنى الموت. ومع الوقت إجا البرد والشتاء، وكنت بردان فتنوب ولا أكل ولا شرب، يعني كنت في حالة يرثى لها. المهم حاولت دائما أقعد مقابل المستشفى عسى ولعل
واحد يجي يعطيني شي أكل أو شرب أو شوية فلوس حتى أمشي وأشتري لي شوية أكل. وفي يوم من الأيام وأنا قاعد مقابل المستشفى، إجت سيارة فيها رجل كبير بالسن وعنده لحية طويلة حامل بيده عكاز، كان وياه شاب مبين عليهم عرب. من نزلوا من السيارة بدأوا المتسولون يمشون عندهم أو المتسولين يمشون عندهم ويطلبون ويتسولون منهم. فالرجل الكبير بدأ يطلع فلوس من جيبه ويوزع عليهم، وأنا كنت بس أشوف من بعيد لأن ما كان عندي قوة أقوم وأطلب منهم مثل البقية. وسبحان الله إجت عين الرجل الكبير علي والتفت على ابنه وبدأ يحكي وياه ويأشر بيده علي. على الفور نزع ابنه المعطف اللي كان لابسه وإجا باتجاهي وحط المعطف على كتافي، وكنت أريد أشكره لكن من كثرة ما كنت جوعان وتعبان ما قدرت أتكلم، فقط كنت أرتجف وهنا ابتسم بوجهي. ولأول مرة من شهور ابتسمت. رجع الشاب عند أبوه ودخلوا المستشفى، كان يبين إنهم جايين للعلاج. ورا ساعتين 3 ساعات طلع الرجل الكبير ويا ابنه، وهم قدام الباب شفت الرجل الكبير يأشر علي ويحكي ويا ابنه. بعد فترة قصيرة دخلوا للمستشفى مرة ثانية، فبقى الأب بالداخل وطلع الابن وبيده تشيس، فاتجه باتجاهي واعطاني تشيس، كان تشيس مليان أكل. بس شفت الأكل بدأت دموعي تنزل وبدأت آكل وأشكره بإيدي بأسلوبنا الطريقة الهندية. ابتسم بوجهي وتكلم وياي بالهندية، وهنا عرفت أنه يعرف اللغة الهندية ويفهمها، وهنا حسيت أكو ناس غيرنا يحسون بالفقير والمجنون والمريض، ناس عندهم رحمة وإنسانية. ولأول مرة بعد ما صار بي اللي صار حسيت إنه أني بشر ورجعت إلي الحياة، وتذكرت كيف كنت أشتغل وأكسب أموال وأعيل عائلتي، والآن كلهم تركوني وتخلوا عني. كان هذا الشاب كل يوم يجي يعطيني أكل، يوم ورا يوم بدأت طاقتي وصحتي ترجع لي، ولكن كنت ما أقدر أنام وأقاوم النوم لأن هذه الشيطانة النجسة صارت تجيني مو بوحدها، تجيني مع مجموعة من الشياطين وتهددني. حتى ابتعد من هذا الشاب وما أخذ منه أكل إلا أني كنت ما أسمع كلامه. استمر الشاب طول مدة بقاء أبوه بالمستشفى أكثر من شهر يجيني يجيب لي الأكل، وكل ما أشكره يرد ويقول الشكر لله، فكنت أتصور إنه يقصد أبوه أو أمه لأن ما كنت أعرف أي شيء عن الإسلام. يوم ورا يوم تعلقت بهذا الشاب وصرت أنتظره لأن أعطاني أمل في الحياة. وفي يوم من الأيام طلع الراجل الكبير مع ابنه يتمشون بحديقة المستشفى، فرحت عليهم حتى أشكر الراجل الكبير. تقربت منه وقلت الشكر لله، ابتسم بوجهي وقال أنت مسلم؟ فقلت لا ولا أعرف شيء عن الإسلام. كان ابنه يترجم لنا لأنه مثل ما قلت قبل هو كان يعرف يتكلم الهندية، فقلت أنا هندوسي. فالولد قال لي أنت قلت الشكر لله؟ رديت وقلت إيه، أشكر أبوك على الأكل، هو الإله اللي يدز لي ويرسل لي أكل. مو هو الإله؟ سألت. رد علي الشاب وقال أشكر الله رب العالمين، ربي وربك، هو الرزاق، أمرني أعطيك هذا الطعام. استعجبت من كلامه. من هنا بديت أدور على إله هؤلاء الناس. وبهذا اليوم الشاب قال لي إحنا من اليمن. هذا الشاب كان اسمه أحمد وأبوه يقولوا له أبو أحمد، حبيتهم حب شديد وتعلقت بيهم. وفي أحد الأيام إجا أحمد هو وأبوه
ودعوني وقالوا خلصنا العلاج وراح نرجع لليمن. حزنت جدا وبدأت الدموع تنزل من عيوني. رجعت للحياة السابقة، حياة التشرد والجوع، ولكن كنت دائما أضاع للسماء وأدعو إله أحمد يعطيني الأكل، لأنهم كانوا يقولوا لي الله هو الرزاق واللي يعطي الأكل والشرب هو الله. وهنا صاحب القصة يقول: فابتسمت وقلت يعني أنت ما كنت تعرف شيء عن الإسلام؟ فجاوب أحمد وقال: أكو ناس بالملايين ما يعرفون الإسلام ولا أي شيء عن الدين الإسلامي في الهند. ورا ما رجعت لحياة التشرد، بأحد الأيام كنت قاعد قدام المستشفى، شفت تاكسي وقف أمامي، نزلت منه امرأة وراجل كبير كانوا لابسين الزي العربي. فاتجهت باتجاههم أتسول مثلي مثل المتسولين الآخرين، وبدأوا يوزعون الفلوس علينا. كل ما كنت أشوف واحد من الجنسية العربية كنت أقول الشكر لله، هذا اللي حفظته، وكانوا يعطوني ويساعدوني طول هذه الفترة، والشيطان مستمر بضربي وتعذيبي، حتى أنه علامات الضرب كانت مبينة على جسمي وكل كتابات مو مفهومة. إلى أن إجى يوم شفت واحد هندي مسلم وتذكرت هذا الشاب اليمني، فرحت باتجاه هذا الشخص، قلت مع نفسي يمكن يساعدني. من وصلت عند هذا الرجل حاولت أحكي وياه ولكن ابتعد عني وفكرني مجنون، وبدأت أقول الشكر لله الشكر لله، فالتفت علي وقال لي أنت مسلم؟ قلت لا، وقال لي وين تعلمت هذا الحكي؟ فحكيت له عن هذا اليمني واللي سواه وياي، وبدأ هذا الشخص يعطف علي ويحكي لي عن الإسلام، وبدأت أبكي وأبكي. أخذني من الشارع لبيته، لأول مرة من شهور أخذت دوش دافئ وأعطاني ملابسه، وأخذني للمركز الإسلامي. لأول مرة أشوف الهنود المسلمين متجمعين في هذا المركز، وبدأوا يرحبون بي ويعلموني الإسلام. وهذا اليوم نمت بداخل هذا المركز الإسلامي، ولأول مرة بعد شهور طويلة أنام بمكان دافئ ومتغطي. وبديت أتذكر حياة التشرد وأبكي على حالي وأردد الشكر لله الشكر لله. ومن نمت إجت الشيطانة، ولأول مرة ما كنت خايف منها، وكنت أحس أني أنا قوي وأقدر أوقف مقابلها. بديت أشوف فيها وأقول الشكر لله الشكر لله، لأني ما كنت حافظ أي شيء ثاني غير الشكر لله والحمد لله. فصارت هذه الشيطانة تضعف مقابل هذه الكلمات، وبدت تصرخ بصوت عالي كأنما تحترق، إلى أن اختفت عن عيني. قمت من النوم وأنا حاسس أني انتصرت عليها وهزمتها، وبدأت أبكي وأبكي ومو قادر أسيطر على مشاعري. يكمل أحمد ويقول: بدأوا الشباب في هذا المركز يعلمون القرآن ويحفظون بعض الآيات، ومن كانت الشيطانة تجيني كالعادة ما عاد تقدر تقرب مني، بس تشوف فيها وهي مكسورة وضعيفة، وأبدأ أقرأ الآيات اللي تعلمتها وتروح من قدام عيني وهي غاضبة. ويكمل أحمد ويقول: رحت للمسؤول الهندي اللي جابني للمركز وحكيت له عن معاناتي واللي صار وياي بالفيلا، كلمته عن الشيطانة وقال لي الشيطان ما يقدر على المسلم الموحد، وبدأ يشرح لي عن الأذكار والمعوذات، وصرت أتعلم وأفهم القرآن. وبعد 5 أشهر ولله الحمد وبفضل الله حفظت جزئين من القرآن والأذكار، عرفت إن الإسلام هو دين الحق، مو بس يحمي من الشياطين بل إنه يعيد الحياة للإنسان
ويجعل فيه رحمة. والعجيب ما كانوا يجبروني على الإسلام، وكانوا يقولون إحنا شرحنا لك الإسلام وانت بكيفك تريد تصير مسلم أو ما تريد. يقول صاحب القصة هنا: سألت أحمد: أنت حفظت القرآن وانت مو مسلم؟ فجاوبني وقال: بفضل من الله حفظت جزئين، وبعد ذلك ولله الحمد أسلمت وقلت كلمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فصار الكل يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورا ما أسلمت ولله الحمد قررت أرجع عند أهلي باسم جديد وبديانة جديدة وبشكل جديد وملابس جديدة. وفعلا هذا اللي صار، وبس شافوني الأطفال وأنا شنت بالمنطقة بدأوا يقولون: نارين المجنون رجع نارين المجنون رجع. المهم ما أدرت بال، كملت طريقي ودخلت البيت. ومن شافوني أهلي بصراحة فرحوا فرح شديد ورحبوا بي. ولكن بمجرد ما عرفوا إني صرت مسلم بدأ أبوي يشتمني ويسبني بأقذر الكلمات. مع العلم أنا كنت المعيل الوحيد لهم لسنوات، وأنا اللي كنت معيشهم. المهم إجا أخويا وقال لي: نارين أهرب قبل ما يمشي أبويا ويقول للكاهن إنه أنت صرت مسلم. وأنت تعرف إحنا بديانتنا الديانة الهندوسية إذا واحد كان هندوسي وصار مسلم راح يقتلوه شر قتله. وفعلا هذا اللي صار، تركت البيت ورجعت للمركز الإسلامي. ومن حشيت ويا المسؤول عن المركز الإسلامي قال لي: أنت بعد ما بقى عندك مكان عند أهلك، وإذا ترجع يوم من الأيام راح يقتلوك. فقلت: والحل شو أسوي؟ قال: أنت أحسن لك تمشي وتهاجر لمدينة رسول الله. قلت: ولكن أنا ما عندي أحد ولا أعرف أحد. قال: أنت ما عليك، أنا راح أساعدك بهاي الشيء. وفعلا ولله الحمد هذا اللي صار، فعلا قدر يجيب لي فيزا، وبعد فترة قصيرة ولله الحمد سافرت إلى مكة. ولله الحمد قدرت أشوف مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وأزور بيت الله عسى يكتبه لنا ولكم. وأنا حاليا أعيش بهذا البلد الطاهر وأحس أني فعلا إنسان. ويكمل أحمد ويقول: سبحان الله، سبب إسلامي كان هذه الشيطانة من الجن. وهنا صاحب القصة يقول ورا ما كمل أحمد هذه القصة العجيبة الغريبة اللي هو عاشها: قمنا جميعنا نخلي إيدنا بجيبنا ونعطيه. فرأسا وقال: أنا ما أريد لا فلوس ولا أي شيء، أكو ناس عايشين بدول عربية وفقيرة، هذا الفلوس هم يستاهلوها أكثر. وإذا تقدرون تدزون بعثات للدول اللي ما بيها الإسلام وما يعرفون الإسلام حتى يعرفوهم على الإسلام. ويكمل صاحب القصة ويقول: لحد الآن أحمد يعيش ويانا واعتبره أحد من أولادي، وهو تزوج بامرأة مسلمة من القومية الهندية وصار عنده أولاد. وأول ولد الله أعطاه سماه محمد على اسم نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهاي كان الجزء الثاني والأخير من قصتنا، أتمنى ينال إعجابكم، وانتظرونا في قصة جديدة وأحداث جديدة. وفي النهاية طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.